السلام عليكم مينا-سان كونيتشوا، كونيتشوا. مرحبا بكم في غد حد في اليابان. وفيديو النهارده هو الخبر الكبير قوي، واخيرا ان شاء الله هنروح مصر. مصر اجيا اجيا، بقى لنا فتره كبيره قوي كنا بنحاول ان احنا نروح مصر، واخيرا الحمد لله ربنا ييسر يعني ان شاء الله كده، وهنروح ان شاء الله. لو شفتم الفيديو ده باذن الله تعالى يعني هنكون احنا في الطريق، فادعوا لنا بقى احنا نوصل بسلامه ان شاء الله، الامور كلها كده تتيسر ونوصل بسلام. وفيديو النهارده هيكون فيه تجهيزاتنا للسفر، وان شاء الله الفيديو الجاي بقى هيكون بدايه الرحله بتاعتنا. بقالي فترة بغسل وطلعت الصيفي غسلته عشان الجو في مصر حر عن هنا، فهناخد معانا هدوم صيفي. جربت الهدوم بتاعت الأطفال لأن المقاسات بتتغير بسرعة قوي من فصل للتاني، واشترينا لهم هدوم بس مقاساتهم الوقت محارة شوية، خاصة مالك مقاسه بين 100 سنتي وال 110 سنتي، ففي هدوم كتير قوي من اللي جبناها طلعت كبيرة عليهم. الفترة دي أمطار كتيرة وكان في إعصار. رحنا سوينا الحاجات اللي ناقصة، هي بسيطة الحمد لله لأننا سوينا قبل كده معظم الحاجات خلاص. Thank you.
بعد ما جمعت الهدوم وكل حاجة حطهم في شنطة السفر، وحاولنا على قد ما نقدر نرص بطريقة انها تاخد حاجات اكتر، والطريقة دي تعتبر حلوة موفرة في المساحة. الوقت هيجهز شنط اللي هو الظهر اللي هناخده معانا في المطار والطيارة. هناخد غطا خفيف عشان لو الأطفال ناموا في المطار أو في الطيارة، وطبعا حفاضات لكريم كتير عشان الطريق طويل قوي أكتر من يوم ونص بره، والمناديل المبللة طبعا لتغيير الحفاضات. دي فوط في تغيير الحفاضة، وفي فوط للوجه، وفي فوطة تانية إضافية كبيرة شوية، ودول لكريم، وفي زيهم لملك طبعا ما عدا الحفاضها. دول طقمين كاملين إضافيين عشان مثلا لو غيرنا لهم أو كده، والإبرم بتاع الأكل، والهانكاتشيف، ومناديل القماش بتاعتهم. ده المكياج بقى بتاعي اللي هو الأسياد بس يعني. ودول حلويات للأطفال اللي هو رمونية بيحبوا قوي. وكده شنطة يعتبر خلصت مؤقتا. دي هدوم مالك وزي كريم برضك بالظبط. دول ماسكات في الأطفال ولينا وبأنواع مختلفة وكتيرة احتياطي يعني، بس أنا حاسة إن هما زيادة أوي الصراحة. دول اكياس وباكيتات مختلفة عشان لو غيرنا مثلا اطفال او نفايات او اي حاجة عايزين نفصلها. دي ادوية احتياطية مثلا للصداع، للمغص، البانديت، الحاجات دي. دي مناديل مبللة بالكحول لمسح وتعقيم الايد. اما دي فهي مناديل مخصصة للجسم للترطيب، بالاخص عشان الاطفال مثلا في الحرارة او الحاجات دي. دي بردك مناديل معقمة، ودي كريمات الترطيب الخاصة بكريم. دول بردك للتعقيم، وكريم حماية اشعة الشمس فيه للكبار وفيه اللي هو الاصفر ده للاطفال. بعد كده لسه الاوراق والاجهزه واللاب. هنجمع دلوقتي الاوراق اللي هنحتاجها في السفر. عندنا هنا شهادات الميلاد المصريه لمالك وكريم، وكمان الجوازات السفر بتاعتهم المصريه. الحمد لله كده معاهم جنسيتين، مش هتحتاجوا الحمد لله فيزا. وده جواز السفر بتاع شون. واحنا كنا بندفع فيزا الاول، كنت ادفع حتى المالك يعني الاثنين، بس السفاره قالت ان هو بنجيب اللي هو شهاده الزواج، وفي المطار بنقدمها ومندفعوش اللي هو ايه الفيزا يعني. ده بقى جواز السفر بتاعي المصري، والحمد لله منتهي الصلاحية يعني بقى له فترة. فاكرين لما انا كنت منزلة فيديو في شهر 6 اللي فات، كنت انا راح اعمل البطاقة في السفارة، ولغاية دلوقتي الحمد لله ما طلعتش وما اتعملتش. طبعا احنا قربنا على سنة اهو زي ما انتم شايفين، وما طلعتش ومفيش تقدم في الاوراق، فبسببها انا برضك ما عملتش اللي هو الجواز السفر. فطبعا دي مسببة مشكلة في حاجات كتير قوي، ان انا مش عارفة اخد شهادة تطعيم او اللي هو الاختبار البي سي ار علشان اسافر بيه مصر، وان لازم اكون معايا حاجة من الحاجتين دول. فواجهتني طبعا المشكلة دي، فتواصلت طبعا مع السفارة وتواصلنا مع الحكومة. المهم السفارة طلعت لي اللي هو طبعا عشان اسافر ارجع بلدي بس، ما سافرش اي بلد، اللي هو وثيقة السفر دي بس، دي تسمح لنا ارجع مصر بس ما اروحش اي بلد تاني. كلام الحكومة ان انا اخد شهادة تطعيم تكون موثقة فيها اللي هو الكيو ار كود اللي هو مطلوب. قالوا لا، بدل ما هو مفيش جواز سفر فمش هينفع ان هم يوثقوها. فلما خدت وهو وثيقة السفر، فقلنا ان احنا ممكن نقدمها بدل جواز سفر عشان اخد اللي هو شهادة تطعيم. فقالوا صعب ان هم يوثقوا الشهادة باللي هو وثيقة السفر. فقالوا لي انا اخد الري انتر فيزا، اطلعها الري انتر فيزا دي وهم يوثقوها بيها. وفعلا طلعت الحمد لله اللي هو ري انتري فيزا، وبعد كده وثقوا الحمد لله شهاده تطعيم. ودي شهاده التطعيم بتاعه اللي هو الكورونا، شهاده تطعيم الكورونا اللي انا وشون واخدين الحمد لله كده الثلاث جرعات. ودي اللي هو التذاكر الالكترونيه بتاعت الطيران. وطبعا مالك وكريم عشان هم اكبر من سنتين، فكل واحد قاعد في كرسي، فشكل كده انا تقريبا انا وكريم جنب بعض، وشون وتقريبا مالك جنب بعض، علشان طيارة الاتحاد صغيرة شوية فما فيهاش اربع كراسي جنب بعض، فهنبقى متفرقين شوية. ربنا يستر بقى. بعد كده في اللي هو حاجة اسمها ديكلاريشن فورم، زي اخلاء سبيل كده مثلا، بتكتب بيانات وحاجات، ومثلا لو في كورونا، في اعراض، تواصلنا مع حد عنده كورونا، الحاجات دي كلها، وبنعملها بنطبعها وبنملاها وبنقدمها. بعد كده اللي هو فيزيت ايجيبت، دي طلب برضك عشان تخف الحمل شويه على المطارات والمكان هناك، فبنعمل بنقدم في الموقع وبناخد اللي هو الكي ار كود ده بنقدمه. بس انا بالنسبه لي ما طلعتش عشان مش عارفه انا هبقى ظروف ايه. والتشيك ان ده اخر حاجه للتشيك ان، وزوجي دلوقتي بيطبعها. وبس اجمع بقى الاوراق مع بعض عشان فورم. بس كده اعتبر تمام الاوراق جاهزه ان شاء الله.
بعمل الوقت جاهز التلاجة، يعني مثلا الخضروات والحاجات اللي ممكن تبوظ هفرزها، وعلى قد ما اقدر هفضي التلاجة الا من حاجات بقى اللي معلبة او اللي هي صلاحتها لسه كتير. يعني مثلا الجزر قطعته وحطه في اكياس وحطيته في الفريزر، اما البطاطس فقطعتها وحمرها كلها وناكلها ان شاء الله. التوم بردك قشرته كله وحطه في الفريزر. بعد كده نضفت التلاجة وكده اعتبر خلاص. في فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش قناه اختي قناه ميس اكتف في نهايه الفيديو، و يا لقاء.